انتعاش كبيرة يشهدها الموسم السياحي في تونس بعد تواتر قرابة أكثر من 2,500,000 سائح من 1 جانفي ل 30 جوان 2017. عدد كبير من السياح الجزائريين اختاروا سوسة وجهة سياحية مفضلة لقضاء عطلتهم. الحمد لله إقامة طيبة، يعني أول جينا لتونس من أول قرب المسافة، يعني احنا نسكن في الحدود تاع تونس. ثانيا اللغة، احنا كيما نقولوا احنا متقاربين في كل شيء، في العادات في التقاليد في اللغه في كل شيء. تونس الحمد لله يعني بلد مدياف في كل شيء وسياحي بالدرجه الاولى. عندنا اسبوع انا تونس لخاطش مليحه وفيها بزاف حوايج اللي واحد يحب يروح لهم، الحوايج لي جو من البحر تاعها مليح. عندنا في الجزائر صح، بصح في تونس خير، الظروف الامنيه بيان، من الحدود لهنا لسوس واحد 5 مرات كل عام هنا. رحله مانيفيك فور مو، انا عجبتني بزاف، سورتو الضرافه هكا تاع تونس عجبتني بزاف، ثم يرحبوا بينا هكا يهضروا معنا جونتيم وما يحقروناش. احنا هذه ثاني مره اللي نجوا تونس، جينا في 2015 ورجعنا في 2017. احنا تعجبنا تونس ويعجبونا اهل تونس، سيبوا راحتنا مليحه هنا في تونس، عجبنا الحال برشا كما تقولوا، وربي يستر بلادكم ان شاء الله ويستر بلادنا. تحيه الجزائر وتحيه تونس. لحد الساعه الحمد لله اجواء مليحه لاباس، ترى البلاصه اللي ساكنين فيها زعما ما شاء الله الحق، حتى السكان تاعها زعما والاخر ساعدونا مليح. الاشقاء الجزائريين اكدوا توفر جميع الظروف الملائمه اللي خلتهم يتحولوا لسوسة، لكن في المقابل عبر عدد منهم عن قلقهم من بعض التجاوزات اللي يتعرضوا لها، سواء على مستوى غلاء أسعار بعض المنتوجات وفي تنقلاتهم في الطرقات أو في مأوي السيارات. أفضل حالة مليحة، تحسنوا شوية غالي تلم الماء طرابور الجزائر وطارتو سيرتو جيت البورو والأخر وقت الحالة يزتو لي غالية. كي نجي نشريو حاجة هكا هدية حيت مع لا سول شوز اللي يشوفك الجيريان يقدر يزيد لك في لي بري. باهي تونس مي شويه تير بروفيتاج بزاف هكا في لي باركينغ سوا في المهم مية حاجه في البروفيتاج غير كيشوفوك براني وهذيك كلش يزيدوا لك في السومه. باغ اكزومبل تروح انت تونسيه تشري حاجه، نروح انا جزائري نشري حاجه زايده، سما هذا ديجا بروفيتاج. العام الاول كانت باهيه، صحيح العام الاول والعام اللي قبله صح كانت باهيه. اصحاب المحلات التجاريه في القنطاوي يعتبروا ان السياح الجزائريين ساهموا في انتعاشه الحركيه في المنطقه السياحيه وادخلوا اجواء جديده بعد فتره الركود اللي عرفتها السياحه في الجهه. عندهم بصراحه خدمونا مشوا في الدولاب بالضبط 100%، مش هما رانا واقفين بصراحه. وبالنسبه للجزائريه فما كثر من بورسون راهي الخدمه قايمه بها هما. تعاملوا خيين في مرحلتهم ديجا مع الناس السياحه، انا تو نخدموا بهم هما ديجا هما خير من الروس اللي كنت تشوف. سافا هانو ابرك سافا لاباس، نخدموا بهم شويه فيهم شويه هكا يخلقوا شويه، مي انا ما ابرك سي بون خير من البلاش. انتعاشه للقطاع السياحي والصناعات التقليديه والحرفيه في ظل تواصل توافد السياحه الجزائريين لتبقى تونس وجهتهم المفضله نظرا لقرابه المسافه بين الزوز بلدين.